عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام أهلا بكم، هذه الحلقة إن شاء الله هتكون حلقة مهمة جدا، لأن إحنا هنتكلم النهاردة عن نور ربنا سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الله عز وجل نور السماوات والأرض، وهي من صفات الله عز وجل، وبعض السلف عد النور من أسماء الله سبحانه. قال ابن القيم رحمة الله عليه: والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحانه ذا البرهان، ولكن الصواب أن النور من صفات الله عز وجل وليس من أسمائه. فالله عز وجل من صفاته أنه نور، نور السماوات والأرض جل جلال الله. ربنا سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، والوحي المنزل من عند الله عز وجل هو نور أنزله الله عز وجل على عباده. خلي بال حضرتك إن الإنسان اللي بيصيب نور ربنا سبحانه وتعالى حياته بتبقى منورة. طبعا إخواني الكرام مش هنسى إن أنا أذكركم إنكم تعملوا إعجاب بالفيديو، لأن ده بيساعد على نشر هذا الفيديو، وكمان تعملوا اشتراك في القناة إذا ما كنتوش مشتركين في القناة، لأن ده بيكون في دعم لقناتنا. وشكرا لكم. قلبه بينور، ما هو أول حاجة في الإنسان بتنور قلبه، وبعدين القلب ده لما بينور بيبدأ بقى جسمه كله ينور، فهمه ينور، حتى وشه ينور من نور ربنا سبحانه وتعالى، لأنه أصاب من هذا النور. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فأصاب من شاء وأخطأ من شاء. طبعا معنى الكلام ده إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق، خلق البشر، الناس كلهم، الناس كلها مخلوقة في ظلام، يبقى معنى كده إن الأصل في الناس إن هم في ظلام، إلا من أصاب من نور الله عز وجل. طبعا ألقى عليهم نورا من نوره جل جلال الله فأصاب من شاء، طبعا أصاب من شاء بحكمة، وأخطأ من شاء، أخطأ من شاء بحكمة الله عز وجل. يعني مش الموضوع كده بالصدفة، لا، ده كل حاجة بتقدير الله وبحكمة جل جلاله، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم الغيب، فيعلم كل واحد من الناس دول مين هيعمل خير ومين هيعمل شر، ومين هيبقى مستعد لاستقبال هذا النور، ومين قلبه هيكون رافض لهذا النور. فأصاب من شاء بحكمة وأخطأ من شاء بحكمة. الوحي المنزل من عند ربنا سبحانه وتعالى هو النور. النور ده لو أصاب إنسان بيفضل الإنسان ده عايش حياته كلها في النور ده، مش بس حياته، لا، ده هو بيفضل عايش حياته في الدنيا منور، حتى تلاقيه على خشبة الغسل منور، تلاقيه وهو في القبر قبره منور، تلاقيه يوم القيامة منور، ويمشي في نور في ظلام يوم القيامة، ويدخل الجنة منورة. الإنسان اللي بيخطئ نور ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيتحرم من نور ربنا سبحانه وتعالى، بيعيش حياة مظلمة، قلبه بيبقى مظلم، جوارحه بتبقى مظلمة، فهمه بيبقى مظلم، حتى تلاقي وشه مظلم والعياذ بالله، وتلاقيه على خشبة الغسل وشه مظلم، وتلاقيه في القبر قبره مظلم، وتلاقيه يوم القيامة ماشي في ظلام، ظلام حالك مش شايف قدامه، ويدخل النار. الغريبة ايه بقى؟ حتى النار سوداء مظلمة، يعني يشوف نار بس سودة، يعني النار بتاعة الآخرة نسأل الله جل أن يجيرنا منها، مش نار لونها أحمر وبتطلع نور، لا لا لا، ده النار بتاعة الآخرة دي نار سودة، نار مظلمة والعياذ بالله. فشوف بقى الموضوع متصل ازاي. يبقى احنا الناس كلها حاجة من الاثنين، اما ان واحد اصاب من نور الله عز وجل فيبقى قلبه اول حاجة القلب ينور، لو قلب الانسان نور خلاص تلاقي بقى حياته كلها منورة، ويبقى خلاص عايش بقى في نور ربنا سبحانه وتعالى، او حرم من نور الله عز وجل فيبقى عايش حياة مظلمة. النور يفضل مع صاحبه على طول، ما يسيبوش خالص لحد ما يخش معاه الجنة ويفضل معاه في الجنة. الظلام ده يفضل برضه مع صاحبه على طول في الدنيا، ويفضل معاه لحد ما يخش النار، ويفضل معاه كمان في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك لو احنا تأملنا القرآن الكريم يا اخوانا هنلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر النور كتير قوي، يعني آيات كتير 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 قوي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها النور، وصف الوحي المنزل من عنده سبحانه وتعالى انه نور. اول حاجة ربنا وصف نفسه جل جلاله انه نور، الله نور السماوات والأرض. وبعدين وصف الوحي، ما هو لان ربنا سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، يبقى طبيعي الوحي المنزل من عند نور السماوات والأرض يكون ايه؟ يكون نور، نور من نور ربنا سبحانه وتعالى. لذلك هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول، بيقول للناس بقى كلها:
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. يبقى شوف هنا النور جه مرتين إزاي، قد جاءكم من الله نور ويخرجهم من الظلمات إلى النور. يبقى هو نور من عند نور السماوات والأرض جل جلال الله، أنزل إلى الخلق نورا من نوره جل جلاله. اللي يصيب النور ده ويتبع النور ده يحصل له إيه؟ يخرج من الظلمات، لأن الأصل في الناس إن هم فين؟ في الظلمات، زي في الحديث حديث عبد الله بن عمرو خلق الله الخلق في ظلمة، يبقى الأصل إن هم في الظلام. فمن أصاب من نور الله عز وجل هو ده بس اللي يبدأ إيه؟ يخرج بقى من الظلمات ديت إلى الإيه؟ إلى النور. نسأل الله أن ينور قلوبنا وأن يرزقنا نورا من نوره. الوحي المنزل من عند ربنا كل نور، حتى الكتب السابقة الوحي المنزل على الأنبياء والرسل السابقين ربنا وصفوا إنه نور. وصف التوراة المنزلة على موسى عليه السلام وصفها أنها نور، قال ربنا جل وعلا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هدى ونور. التوراة لأنها وحي من عند ربنا سبحانه وتعالى. وقال تعالى وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. فالإنجيل المنزل بس الإنجيل الأصلي اللي هو اللي لم يحرف، والتوراة الأصلية التي نزلت من عند الله عز وجل ولم تحرف، والقرآن المنزل من عند الله عز وجل نور. قال ربنا جل وعلا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله إيه؟ نور ها؟ وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الوحي المنزل من عند الله عز وجل نور، من نور الله عز وجل. من أصاب هذا النور واتبعه وفتح قلبه لهذا النور خلاص يبقى قلبه ينور، قلبه نور يبقى خلاص حياته كلها تنور، وتجد النور بقى خلاص بقى ملازم لي إلى الحد ما يدخل الجنة. الذي يرفض هذا النور يفضل بقى في الظلام ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويفضل في هذه الظلمة حتى يدخل بها النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ربنا سبحانه وبحمده ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. لأن سيدنا موسى كان جاي بإيه؟ كان جاي بالتوراة اللي هي وصفها إيه التوراة؟ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، لأن التوراة فيها هدى ونور. فجاء بها موسى، جاء بالهدى والنور علشان يعمل إيه؟ أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. خلاص بقى معاه نور. إيه النور ده؟ التوراة المنزلة، الوحي المنزل من عند الله نور، من نور ربنا سبحانه وتعالى. أخذ هذا النور وبدأ إن هو يعرضه على الناس. من قبل هذا النور خلاص ينور، ومن رفض هذا النور يفضل مظلم زي ما كان. وقال ربنا جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يبقى المؤمن اللي بيقبل الوحي المنزل من عند الله عز وجل يصيب من نور ربنا سبحانه وتعالى يبدأ هو إيه؟ ينور. لما ينور يحصل له إيه بقى؟ يخرج. شوف، يبقى يخرجهم من الظلمات إلى النور، كأن كل الناس الأصل فيهم إن هم في الظلمات، ويأتي الوحي فيصيب القلوب التي قبلت هذا الوحي فتخرج بهذا النور من الظلمات إلى النور. فقال جل جلاله أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يا الله على الآية، شوف قد إيه جميلة الآية، آية سورة الأنعام. أومن كان ميتا، لأن الظلمة الناس اللي في الظلمة دول كأنهم أموات والعياذ بالله. أومن كان ميتا فعملنا فيه إيه بقى؟ فأحييناه. أحييناه إزاي؟ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يبقى اللي في الظلمات ومقبلش نور ربنا سبحانه وتعالى هيحصل له إيه؟ هيفضل في الظلمات، مش هيخرج بقى منها، لا في الدنيا ولا عند الموت ولا في القبر ولا يوم القيامة ولا في النار والعياذ بالله. يفضل حياته كلها مظلمة وأخرته كلها مظلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف الآية جميلة زي أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال سبحانه وبحمده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. اتقوا الله وآمنوا برسوله. طب لما نتقي الله ونؤمن بالرسول يحصل إيه بقى؟ اتقوا الله وآمنوا برسوله، لما نعمل كده يؤتكم كفلين من رحمته، بس كده، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. شوف الآية قد إيه جميلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم
كفلين من رحمته. كفلين يعني الضعفين، يضاعف لكم الأجر، يؤتكم كفلين من رحمته، يعني مش رحمة واحدة، لا، ده يؤتكم رحمة مضاعفة، يضاعف لكم الرحمة جل جلال الله. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا. لما ربنا سبحانه وتعالى يهبنا هذا النور نعمل به إيه؟ ويجعل لكم نورا ها تمشون به. يبقى شوف ماشي بنور ربنا سبحانه وتعالى، أخذ النور ده اللي نازل من عند نور السماوات والأرض فيمشي به في الدنيا، تبقى الدنيا كلها منورة حواليه. زي الفرق بالظبط بين واحد عايش في النور شايف كل حاجة كويس قوي، واحد تاني الكهرباء قطعت عليه بقى مش شايف ايه اللي بيحصل حواليه، ولا شايف ايه اللي قدامه، ولا عارف يقوم يمشي، ماشي عمال يتخبط لانه في الظلام، ولا حول ولا قوة الا بالله. ده الفرق بالظبط، او يمكن كمان الفرق اكبر، لان نور ربنا سبحانه وتعالى يلهم العبد ويجعل للانسان يرى ما لا يمكن ان يراه الانسان المحروم من نور ربنا سبحانه وتعالى. ويجعل لكم نورا، اوعى تنسى الآية، ويجعل لكم نورا تعملوا بيه ايه بقى؟ تمشون به. يجعل لكم نورا تمشون به، فتمشي في الدنيا بنور ربنا سبحانه وتعالى، نور الله، نور المنزل من عند الله سبحانه وبحمده. لذلك هتلاقي ان الانسان اللي بيحرم بقى من النور ربنا سبحانه وتعالى دوت يبقى مش شايف، عايش حياته الدنيا كلها ظلمة قدامه مش شايف حاجة. قال تعالى ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا. عايش اعمى مش شايف، مش شايف ليه؟ لانه ما اصابش نور ربنا، الدنيا مظلمة مش شايف. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهو يعيش في هذه الظلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللي ربنا سبحانه وتعالى لا يعطيه من نوره لن يجد نور، خلاص خلاص ده هيفضل عايش في الظلام ولا مش هيلاقي نور في مكان تاني، لا يجد نورا إلا من عند الله عز وجل. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، مفيش نور، خلاص هيفضل عايش في الظلام. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان مفيش نور بعيد عن الوحي، مهما بقى تفلسف المتفلسفون، ومهما تمنى أصحاب الأماني، ومهما ناظر المناظرون، مفيش نور بعيد عن الوحي. كل الناس اللي في الدنيا دول حاجتين اتنين ملهمش تالت، اما انسان قبل نور الله عز وجل في قلبه خلاص فبقى في النور وبقى ماشي في نور الله عز وجل وبقت الدنيا كلها منورة، والنور ده كمان ممكن يظهر على اعضائه وجوارحه وعلى وجهه ويظهر في حياته وفي تصرفاته، تبقى حياته كلها منورة، او والعياذ بالله يبقى عايش في الظلام. اللي يتحرم بقى من نور ربنا سبحانه وتعالى اللي هو الوحي المنزل على الأنبياء والرسل ده خلاص مالوش بقى، مالوش صرفة، مش هيعرف يلاقي نور في حتة تانية، مفيش حد عنده نور تاني غير النور المنزل من عند الله عز وجل. لذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. شوف الآية دي جميلة ازاي، الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى بيشرح صدره للإسلام فهو على النور، النور المنزل من عند الله عز وجل. كل إنسان بقى مؤمن بالله عز وجل أصاب من هذا النور، كل حد مؤمن أصاب من هذا النور، ولكن النور يختلف على حسب درجة الإيمان، فالنور يتفاوت بتفاوت الإيمان. ممكن واحد يبقى إيمانه ضعيف جدا فيبقى عنده شوية نور صغيرين قوي، واحد تاني إيمانه قوي جدا جدا فتلاقي النور بقى بتاعه إيه، يعني واضح خالص، تلاقيه عامل زي الشمس يمشي بنور الله عز وجل فيبقى ماشي منور. واحد تاني عنده شوية نور صغيرين قد كده لأنه هو إيمانه ضعيف قد كده، واحد إيمانه أقوى شوية فتلاقيه عنده نور أكتر شوية، وهكذا. يا ترى إيه الأسباب اللي ممكن تخلي النور ده يزيد؟ يبقى الإنسان النور في قلبه، نور ربنا سبحانه وتعالى في قلبه أكثر ويبقى قلبه منور أكثر. هل في أسباب ربنا سبحانه وتعالى علمها لنا والنبي عليه الصلاة والسلام علمها لنا؟ أيوة في أسباب، أسباب كتير كمان. طب إيه هي الأسباب دي؟ ده بقى اللي هنتكلم عنه في الحلقة القادمة، عشان مش عايزين نطول قوي، الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم فيها عن أسباب زيادة النور في القلب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينور قلوبنا وأن يرزقنا نورا من نوره سبحانه وبحمده نمشي به في الناس. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا إخواني الكرام مش هنسى أن أنا أذكركم منكم تعملوا إعجاب بالفيديو لأن ده بيساعد على نشر هذا الفيديو، وكمان تعملوا اشتراك في القناة إذا ما كنتوش مشتركين في القناة لأن ده بيكون في دعم لقناتنا، وشكرا لكم.